بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة السامية التي وضعها في شخصي المتواضع من أجل تسيير أعمال الحكومة في الفترة الماضية، تجسيدا لالتزاماته وبرنامجه الثري من أجل جزائر جديدة. وكما أهنئ أخي السيد نادير العرباوي على هذه الثقة السامية التي نالها من طرف السيد رئيس الجمهورية وهو أهل لها، وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهام الجسيمة مضيا ويمضي بالجزائر للأفاق التي نرجوها جميعا إن شاء الله، تجسيدا لما تبقى من التزامات السيد رئيس الجمهورية. فمباركا له هذه الثقة وأعانه الله على هذه المهام الجسيمة. شكرا لكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظة وأنا أتشرف بتسلم هذه المهمة السامية كوزير أول، أود أن تكون عباراتي الأولى موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ثقته السامية وعلى تشريفي بهذه المهمة السامية خدمة للوطن وخدمة للجزائر الجديدة. أتمنى أن أكون على مستوى هذه الثقة، وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح، والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. بهذه المناسبة كذلك لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل إطارات السامية برئاسة الجمهورية على ما حظيت به من مساعدة طيلة ممارسة مهامي كمدير ديوان برئاسة الجمهورية، وما لمست فيهم جميعا من تفاني في العمل ومهنية عالية وحرص على خدمة هذا الوطن العزيز. أقول لأخي السيد الوزير الأول أيمن، أشكرك على عباراتك الرقيقة وعلى تهانيك. أتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وأيضا كل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت في خدمة هذا الوطن بكل تفاني ونزاهة عالية وخلق عالية كذلك. فأتمنى لك كل الخير والسعادة والهنا، وشكرا جزيلا. بما أننا في شهر نوفمبر كذلك، لا يفوتني أن نترحم على أرواح شهداء الأبرار في هذه الشهر التاريخي والمبارك. شكراً.